شو الطرق؟ احنا سعداء اليوم اننا جينا نشجعوا فريقنا الوطني بعد الانجاز العظيم اللي حققوه في قطر، واللي استطاع يعني يحدث تحول كبير في منظورنا احنا لفرقنا الوطنيه. شرف كبير لنا اننا نجيو نشوفوا هذا الفريق هذا ونشوفوا وليداتنا اللي فرحونا في قطر، ونتمنوا من الله ان النتيجه اليوم تكون لصالحنا ضد فريق البرازيل. واكيد ان هذا الجو يعني الممتع الذي يعيشوه الجماهير المغربيه غادي يكون عنده ان شاء الله اثار على مستقبل فريقنا الوطني ومستقبل الرياضه بصفه عامه. جينا من طنجة وجينا نشوفوا الفريق الوطني ديالنا، دونك دوبي لطو حنا كنتسناو يجي المغرب وسورتو في طنجة، دونك اوني فيير دو اي اوني فينو بور لي سوتونيغ. Voilà. On n'a pas eu l'occasion d'aller au Qatar, donc on habite Tanger, on ne pouvait pas rater cette occasion. Donc Inch'Allah, le Maghreb irbah, Inch'Allah, il montre à l'image internationale que le Maghreb il est là, il est présent, et il faut compter sur le Maroc, Inch'Allah, à l'avenir. Non, on veut assurer, Inch'Allah, c'est un événement qui ne va pas se répéter, on va profiter en famille avec les enfants, Inch'Allah. ان شاء الله الفريق الوطني، ونتمنوا ان شاء الله النصر ان شاء الله الرحمن الرحيم بعد الانجاز اللي داروا ان شاء الله في قطر، غادي نحققوا عاوتاني انجاز اخر ضد البرازيل ان شاء الله بهذا الجماهير الكبيره من جميع انحاء المغرب. والله يوفقنا جميعا، الله يوفق الجميع. تفضل. والله احنا جينا من بلجيكا نتفرجوا ان شاء الله، ودابا يكون نهار كبير ان شاء الله. جات مع العيد ميلاد ديالي تكون ان شاء الله خيرة. دنيا فاموس. التوقعات ديالك الماتش ان شاء الله 2-0. ها 2-0 ان شاء الله. واحد راس من النسري وواحد الزلزولي. دنيا سلام. انا جيت انا ومي كوبين من كازابلانكا باش نكونوا مورال ليكيب ناسيونال ديالنا. اوني تري فيير دو وداكشي اللي داروا في لا كوب دو موند، اي كيربحوا كيخسروا ما عندناش مشكل، بغينا غير نشوفوهم. من فرنسا جينا نشجعوا المنتخب الوطني، عجبنا اللعب اللي دار في المونديال في قطر، وجينا اليوم نشجعوهم وان شاء الله نربحوا بهذا الماتش. تحيه للمغرب. جينا صايمين ولكن هاد لومبيونس هادي عجبتنا، وبغينا النيت نحضروا لهاد الماتش الاول ديال المنتخب الوطني من ملعب في المونديال في قطر. وتحيه للمغرب وتحيه للجمهور المغاربه. حنا جينا اليوم انا ولا فامي ديالي باش كنشجعوا المغرب وبرازيل غيلعبوا اليوم، غنفطروا في الملعب نجبروا المقاعد ديالنا حيت الدنيا ايبر عامره، وصافي جينا نشجعوا وي المغرب. ان شاء الله غنربحوا. حنا جينا من الدار البيضاء، دونك جينا مع الوليدات ديالنا باش نشوفوا هذه المقابله المهمه اللي كتجمع ما بين المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي اللي اول مره كيواجه المنتخب ديالنا. الحمد لله الاجواء كاين مزيانه لحد الساعه. جينا بالنسبه للجنه المنظمه وبالنسبه للامن قايمين بالمهم ديالهم، دونك كلشي داز الظروف ديجا مزيانه، وان شاء الله دابا غنشوفوا المرحله الثانيه اللي غادي تمكننا باش ندخلوا الولوج الملعب. نتمنوا حتى الولوج يدوز في ظروف احسن ان شاء الله باذن الله مع رمضان ومع الاجواء، باش ان شاء الله تكون المقابله مزيانه، ونتمنوا حظ سعيد للمنتخب المغربي باش يفرحنا ويفرح الجميع ان شاء الله. المغرب وديما المغرب. وكنتمنى حظ بيان سور. الصعوبه في التكيه راك عارف
ضروري النقط السوداء ضروري من النقط السوداء الشيء اللي كاين. الحمد لله على كل حال من قدرنا نوصلوا دابا ونتمنى واحد السعيد لكم تنتوما كصحافة باش تواكبوا هذه المواجهة إن شاء الله في أحسن ظروف وتمثلونا إن شاء الله ونتمنى باش النتيجة تنعكس تكون إيجابية باش تنعكس النتيجة على جميع الميادين. احنا جينا من تازة جينا نتفرجوا في الماتش ديال المنتخب مع البرازيل ان شاء الله غنفرحوا معهم هذه الليله هذه غنجيبوا شي 3-0 دايرين النيه وديما مغرب وتحيه ليكم. جينا نساندوا المنتخب ما لقيناش الورقه بغينا التيكي بغينا التيكي ما لقيناش صافي عند لا بلجيك صافي عند لا برون حيت المشكل في التيكي ما كاينش ميم با تيكي صافي عند لا بلجيك خويا Ça vient de la Belgique, la frontière belge. Vous venez pour regarder le match du Maroc contre le Brésil, il n'y a même pas de ticket. Je ne sais même pas comment on va faire. Ah, oula. Vive le Maroc, mais je ne sais même pas comment on va faire. حنا كنتمنوا المغرب يربح وان شاء الله يكون بزاف يكونوا بزاف البيوت واللعابه مزيانين يكون زعما زعما ربح نلعبوا مزيان وزعما نبريباراو بور لا كان يمكن انا بان ليا فينيسيوس و سي وناحي وزياش